السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الكرام، بعدما قمنا بشرح الدرس الأول والثاني والثالث والرابع، الآن سوف نقوم بشرح طريقة الدرس الخامس. أعزائي الكرام، لقد وقفنا عند طريقة شرح العرض عند الصدر، والآن سوف نقوم بشرح طريقة العرض تحت الصدر. نحدد منطقة تحت الصدر الوسط، من هنا من أعلى الكتف إلى الوسط، هكذا أعزائي الكرام، 36 سنتيمات. نقوم بتحديدها هنا هكذا، أعزائي الكرام، ونقوم بمقياسها حينما وجدنا في المقياس الوسط يحتوي على متر. أعزائي الكرام، نقوم بقسمته على 4 تساوي 25 سنتيمات، نضيف لها سنتيمين، 2 تساوي 27 سنتيمات. نقوم بطرحها هنا أعزائي الكرام، 27 سنتيمات، ونأتي بهذا النموذج أعزائي الكرام، ونقوم هكذا برسم من نهاية مقياس العرض عند الصدر إلى مقياس الوسط. والآن سوف نقوم بمقياس الحوض، عرض الحوض. كذلك أعزائي الكرام، نحدد عرض الحوض من هنا من أعلى الكتف إلى نهاية الحوض، 50 سنتيمات. أعزائي الكرام، كما وجدنا كذلك في الحوض يحتوي على متر وثمانية سنتيمات، كذلك نقوم بقسمتها على 4 تساوي 27 سنتيمات، نضيف لها سنتيمين، 2 29، نقوم بطرحها هنا، وكذلك نقوم بتحديدها هكذا أعزائي الكرام، حينما قمنا بتحديد منطقة الحوض نقوم بمقياسها هنا هكذا، وهنا في الجهة السفلى كما ذكرنا 29 سنتيمات، نضيف لها 10 سنتيمات، هنا نقوم بالخروج ب10 سنتيمات هنا، بهذا النموذج من الوسط إلى نهاية الحوض هكذا، ومن هنا من نهاية الحوض إلى الجهة السفلى نقوم برسم الذيل هكذا، هكذا أعزائي الكرام. لقد انتهينا بحول الله من هذا الدرس، إلى الدرس القادم بحول الله مع قوته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.